على هامش المؤتمر الطلابي الثالث لمشاريع ونتاجات وأبحاث طلبة جامعة الكفيل، وفي محور كلية الهندسة التقنية أقامت الكلية معرض لنتاجات طلبة المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة في قسم هندسة تقنيات الحاسوب. شمل المعرض مجالات متعددة لنتاجات الطلبة، منها برمجيات الحاسوب والاتصالات وشبكات الحاسوب، وكذلك الإلكترونيات وأجهزة التحكم، وكذلك أجهزة وأنظمة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مشاريع ما بين المتوسطة والكبيرة تشمل عدة جوانب. اليوم نحن سعداء بنتاجات الطلبة، تألقوا في الجانبين البرمجي والجانب الهاردوير، كذلك كان للمسات السادة المشرفين وأساتذة الكلية والقسم العلمي دور بارز في تهيئة الطالب لمساره في نتاج خاص به يدخل من خلاله بقوة إلى سوق العمل بعد التخرج بإذن الله تعالى. طبعا هذه خطوة من جامعة الكفيل، خطوة رائعة لتشجيع البحث العلمي لدى مستوى البكالوريوس وخلق روح التنافس فيما بينهم، وهذا يحفز الطلبة اللي هم حاليا مقبلين على بحوث التخرج بأن يتنافسون لتقديم الأفضل، وفرصة طيبة لطلاب البكالوريوس أن يتعرف على الأكاديميك رايتينج، وكذلك أن يطلع على أجواء المؤتمرات اللي تعقد بالجامعات. شاركت مشاريع اثنين. المشروع الأول هو التغيير الذكي، من تتعدى السيارة بصف حساسات تشتغل مجموعة أضوية، وبعدها من تعدى الحساس ثاني راح تشتغل الأضوية البقية، والأضوية اللي قبلهن راح ينطفن. والمشروع الثاني اللي شاركت به هو مشروع تخرجي هذه السنة، وهو تقنية التعرف على الوجوه باستخدام تقنية الذكاء الصناعي. مشروع لحركة الروبوت على بحساس من هاي الخوذة، يتحسس الزاوية اللي راح يحرك بها الخوذة ويعطيها للروبوت اللي هنايا، وهذا الروبوت يبدأ يتحرك على أساس هذا، متقدم لقدام متقدم لقدام. هذا يقدر يطبق على أفكار أقوى ومشاريع شوية أكبر، مثلا هو عندنا كرسي متحرك لا سمح الله، واحد عنده شلل رباعي لا سمح الله وبس راسه يتحرك، فيعتمد على حركة الراس وحركة الكرسي. جامعة الكفيل، إبداع وتميز ورصانة.